احنا اخوكم ما لنا غيركم ترى، احنا السوريين ما عاد لنا مكان، يعني وين نروح؟ ما عم نعرف. احنا بالعراق الموضوع اللي انا بشوفه انه احنا اليوم عم نطلع كأن احنا يعني حراميه او مجرمين، يعني طلعتنا مو حلوه ابدا من العراق هالفتره هاي. وبتمنى من كل عربي شريف واهل العراق، انتم ما قصرتوا، انتم اهل النخبه واهل الكرم، ونحن شايفين خير منكم، بس بتمنى انه تساعدونا موضوع الاقامه يا جماعه فضلا وليس امرا. اليوم السوريين بالعراق متضررين، والله العظيم بيعيشوا حالة رعب. الحكومة العراقية تدفع إلى إيران، ما في خيار ثاني، يعني بيفلوا جماعة لا إلى مطار دمشق مشان يروحوا عساكر أو إلى أفرع المخابرات. لكل عراقي أبو غيره، هابو الغيره، ها أخوتنا العراقيين، إحنا أهلكم أخواتكم، يجب إيقاف ترحيل السوريين قصرا من العراق.